بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيب. بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال. طبعا في المقاطع السابقة استبدلنا هذا المقبس من 13 أمبير إلى 15 أمبير، وجربنا معه هذا المحول، وأيضا بدلنا رأس المحول هذا الفيشة من 13 أمبير إلى 15 أمبير، لكن وجدنا أن هذا العمل غير جيد، وبالتالي نحتاج إلى فصل النشافة هذه لأنها تأخذ تقريبا حدود 12 أمبير. راح الحين آخذ هذا المقبس مال المحول هذا، راح أركبه على الفيشة هذه أو المقبس هذا مال النشافة، وراح أستخدم هذا السكت زين للنشافة، وأتركه فقط للنشافة، وراح أشوف. طبعا وجدت ان عندي هنا ايضا مفتاح كهرباء، راح اخذه للفريزر هذه وللثلاجه. طبعا اول شيء راح نفتح من هنا، اصور راح يكون صعب شوي. ايضا نفتح هذول براغي. طبعا هذا مكتوب عليه 15 امبير اساس، تلاحظون شوف اني بس يبين الرقم هذا، هذا مكتوب 15 امبير زين. طبعا هذا الحار لايف، هذا البارد او نوترال، وهذا الارضي، يركبون بهالشكل. راح افكهم الحين. وراح نركب سلك الكهرباء هذا مال النشافة، هقصه طبعا. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع الجمال. شكرا جزيلا.